جامعة عين شمس، أروح لخبر تاني، جامعة عين شمس تشهد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الجامعة وجمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية. قام بتوقيع البروتوكول عن الجامعة دكتور محمود المتيني رئيسها، وعن جمعية رجال الأعمال المصريين مهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارتها، وعن بالنيابة عن مهندس علي عيسى رئيس الجمعية، وعن بنك التنمية الصناعية ماجد فهمي عطية رئيس مجلس إدارة البنك. البروتوكول بيهدف لإيه؟ البروتوكول ده بيهدف لتحقيق التعاون مشترك بين الأطراف الثلاثة، جامعة عين شمس، جمعية رجال الأعمال المصريين، بنك التنمية الصناعية، لدعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية من ماجستير ودكتوراه وأبحاث للأستاذية، وكذلك الربط بينها وبين المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة وما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من هذه الأبحاث في وضع وتحقيق الرؤى لمتخذ القرار. دكتور سيد خاطر الباحث الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. يعني دكتور سيد، احنا كنا طالما نادينا بمسألة انه يبقى في علاقات بين الجامعات وسوق العمل علشان تأهيل الطلبة ووضع المناهج وعمل المشروعات التطبيقية ليهم في نجاحهم في السنوات النهائية، ورسائل الماجستير والدكتوراه للاستفادة بيها رايح جاي، لكن أنا ألمح في هذا البروتوكول دخول عنصر ثالث وهو جمعية رجال الأعمال لتنفيذ هذه المشروعات أيضا على الأرض. أحب أعرف رأي حضرتك. طبعا هذا التعاون يعد خطوة جيدة وسيكون له نتائج مثمرة في الفترة القادمة في الاستثمار الحقيقي في مجال البحث العلمي. أي. ومدى الاستفادة من الباحثين سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه. أي. وكذلك الطلاب في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية. طبعا أنا أرى أنه لابد من ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث العلمي ونقل التجربة أو تعميم التعاون على جميع الجامعات في مصر ومزيد من التعاون مع القطاع الخاص، مش بس جمعية رجال الأعمال، لا ده احنا عايزين يبقى في تعاون مع جميع شركات القطاع الخاص. وده هيساعد على مزيد من فرص التدريب للطلاب خصوصا في الكليات اللي ترتبط شغلها سواء كليات الهندسة أو التجارة، وده هيساعد على رفع كفاءة الطلاب في خلال فترات الأجازة. دكتور سيد خضر، يعني أنا كنت من ضمن اللي عاشوا تجربة زي دي لما جينا في السنة النهائية في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الميكانيكا، اخترنا المشروع بتاعنا في تقييم الإلكترودز أو أسياخ اللحام اللي موجودة بالفعل في السوق ولها أسماء وشركات كبيرة مش عايز أقولها عشان تبقاش دعاية، وأشرف على المشروع استشاري رئيس الوزراء. فقد كده المشروعات اللي بتبقى مرتبطة بالواقع والسوق العملي بتبقى مفيدة، والاستفادة بنتائج البحث في مشروع تخرج زي ده أو غيره بتبقى مفيدة جدا كمان لمجتمع رجال الأعمال والمصانع والشركات. تمام، زي ما سيادتك أشرت أن أنا لازم يبقى عندي أقدر يبقى فيه تطبيق عملي. أي. من خلال لأن الدراسة النظرية بتختلف عن الواقع العملي طبعاً. فأنا لما أعمل عملية تدريب الطلاب خلال فترات الأجازة ده بيساعد على رفع كفاءة الطلاب وتدريبهم على الواقع العملي بشكل كبير جدا. صحيح. وهناك طبعا نقدر نواكب متطلبات سوق العمل، لأن طبعا احنا عندنا المناهج التعليمية فيها اختلاف كبير جدا عن الحياة العملية. فأنا شايف أن التجربة أو التعاون خطوة مهمة جدا وهيكون لها مردود سواء في تدريب الطلاب أو توفير فرص عمل. صحيح. وكذلك الاستفادة من خبرات الباحثين سواء في الماجستير أو الدكتوراه. طبعا. ده هيساعد الشركات ورؤساء مجالس إدارة في الشركات الكبرى أنه يقدر يتخذ قرار اقتصادي مناسب. صحيح. تستفيد به الشركات في مصر. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي والباحث. والحقيقة انه يعني فعلا بنظرية الفيدباك ان انت تقول انا كمجتمع اعمال انتوا بتعملوا ايه يا جماعة، انتوا ناويين تصنعوا لنا كاميرا؟ لا ده احنا وصلنا لكذا وكذا وكذا وكذا، في حتة محيرانة
خد بقى يا ماجستير يا دكتوراه في الهندسة، في فنون تطبيقية تصوير، في الأقسام المتخصصة، وهات لي النتيجة دي وأنا أكون أول واحد ينزلها في السوق بهذا التعديل أو بهذا التطوير، وأنت تاخد الرسالة بتاعتك وتروح تتنفذ فورا، ويكون لك السبق ويكون لك العائد المادي والأدبي في تنفيذ مشروعك. وبالتالي كمان في الراجع أنا كباحث ماجستير أو دكتوراه أو مشروع تخرج أقول ده أنا عندي مشروع ابتكاري جميل جدا، ما تاخدوه يا رجال الأعمال تطبقوه، وهكذا. يبقى السوق والعلم والبحث العلمي بيخدم نفس الهدف. طيب